حول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني. أهلا بك دكتور صلاح. هذا الضغط الذي تمارسه مصر على الأطراف المتحاربة من أجل الوصول إلى اتفاق تهدئة وتبادل الأسرى ومعهم أيضا ومع الجانب القطري، هناك أيضا مسؤول المخابرات الأمريكية والإمبيرنس في المنطقة، إلى أي مدى يمكن أن تنجح فعليا في الوصول إلى صفقة ووقف لإطلاق النار وإن كان مؤقتا في هذه المرحلة؟ بداية صباح الخير لك ولجمهور المشاهدين. نعم، كما ذكرت، نحن كفلسطينيين نثمن دور مصر التاريخي إزاء القضية الفلسطينية، ونثمن مواقفها وعنادها وإصرارها على رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض مشاريع التهجير القسري للفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية، وأيضا ما تقوم به مصر من تقديم المساعدات، وأيضا دورها على المستوى الدبلوماسي وثقلها وكل الإرادة الشعبية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. مصر تتعامل من منظور شامل مع القضية الفلسطينية، مقاربتها كانت منذ بدء هذا العدوان بتقديم مبادرة تلو المبادرة لإنزال كافة الأطراف عن شجرة الحرب وحرب الإبادة، وفي ذات الوقت هي مدركة أن قطاع غزة منطقة محتلة بالكامل، وبالتالي هي ترغب وتدفع باتجاه إنهاء الاحتلال وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الكارثية. ولكن الأمور تفاقمت وعجز المجتمع الدولي رغم كل الجهود العربية والمصرية والدولية وجهود الوسطاء عن لجم آلة العدوان الإسرائيلي التي دمرت 80% من مباني قطاع غزة وجعلته مناطق غير قابلة للحياة، ودفع أكثر من 90% من سكانه إلى نزوح قصري داخل قطاع غزة، عدا عن أيضا استشهاد وقتل ما يزيد عن 35,000 شهيد، 70% منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة قرابة 80,000 جريح وفقدان أكثر من 10,000 مفقود تحت ركام المنازل وفي مقابر جماعية، إضافة إلى احتجاز ما يزيد عن 6,000 من الأسرى والمعتقلين عذبوا ولا معلومات عنهم في من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي. إزاء هذه التطورات كان الأخطر هو دفع الأمور من حكومة اليمين الفاشي المتطرفة باتجاه دخول رفح كنوع من التبريرات أو على الأقل من التصريحات التي يطلقها نتنياهو نحو النصر المطلق، وبهدف امتصاص نقمة اليمين الفاشي في ذات الوقت، وأيضا تنفيذ مخططه باعتبار أن نتنياهو رأس الفاشية واليمينية في داخل دولة الاحتلال، وهو وقف على طول الخط في اتجاه ممانعة أصلا اتفاق أوسلو وليس فقط دولة فلسطينية. وبالتالي في ظل هذه التطورات وفي ظل هذا المشهد عملت مصر على تقديم المبادرة بعد أن فقد الأمل من جهود الوساطة، ودفعت الأمور باتجاه عملية التسخين رغم المعارضة الدولية لاجتياح رفح باعتبارها الملاذ الأخير لمليون ونصف من اللاجئين والنازحين قصرا في هذه المحافظة التي تعد أصغر محافظة في قطاع غزة. وبالتالي الجميع حذر من كارثة إنسانية وتداعيات مدمرة على اجتياح رفح، وأيضا ما تهدف إليه إسرائيل من تغيير بالجغرافيا الفلسطينية، فإذا لم تنجح بتهجير الفلسطينيين قصرا إلى الأراضي المصرية فهي تدفع باتجاه إغلاق معبر رفح والسيطرة على الشريط الحدودي وتغيير الجغرافيا وفتح ممر بري أو بحري جديد يدفع باتجاه تهجير للفلسطينيين. وبالتالي هناك مخططات تقوم على جعل قطاع غزة منطقة منكوبة غير صالحة للحياة ودفع سكانها طوعا وقصرا إلى الهجرة خارج الأراضي الفلسطينية. في ظل هذا المشهد كان هناك مقاربة التي سميت بالمبادرة المصرية والتي تأتي استكمال إلى الجهود السابقة للوسطاء وجهود مصر الشقيقة. هذه المقاربة تقوم على يعني على الأقل جسر الهوة في اتفاق التهدئة، ونجحت مصر على الأقل في إقناع كافة الأطراف في العودة إلى مسار التفاوض. ولكن صدقا المسار الأخير
بني على أساس سحب البساط من نتنياهو وحكومة اليمين الفاشي والتي تريد استكمال الحرب. فنتنياهو بين خيارين: أن يرضخ لجهود العالم ككل وبما فيها مصر والضغوط الأمريكية من أجل وقف الحرب باعتبار أنها وصلت إلى ذروتها وأنه فعل كل ما لا يمكن فعله من فضائع في الإنسانية، وفي جانب آخر هناك مصالح أمريكية ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في إدامتها، والولايات المتحدة الأمريكية دائما سياستها الاستيلاء على نتائج الحروب في داخل المنطقة حتى ولو لم تدفع ثمن هي وقفت إلى جوار إسرائيل ولا تزال تساهم في أمنها وتدعمها بكل مختلف السبل والوسائل، ولكنها تريد أن وهي أدركت أن نتنياهو عاجز عن تقديم مقاربة اليوم الثاني، وبالتالي تريد ترتيب المنطقة تمهيدا إلى الانتخابات الأمريكية وامتصاصا إلى موجة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية وموجة الاحتجاجات في المجتمع الأمريكي وتنامي الضغوط بما فيها طلبات أعضاء من الكونغرس بوقف دعم إسرائيل. وبالتالي بدأت بخطوات مختلفة باتجاه وقف نقل بعض الشحنات، وهذا لأول مرة منذ أسبوع يتم، وهناك ضغوط كلمة السر في هذا الاتفاق الدافع إلى هذا الأمر بيل بيرنز أو رئيس جهاز المخابرات الأمريكية الذي كذلك يساهم في فكفكة العقبات وبالتالي ضمان الذهاب إلى جهود التهدئة. هناك وقت طويل اتخذ في لأن الوقت يقاس بالثانية، لأن كل ثانية وكل دقيقة هناك شهداء، هناك جرحى، هناك دمار جديد. إسرائيل أرادت يعني الرد على الرعاية الأمريكية والمبادرة المصرية وكل هذه الجهود التي نجحت على ما يبدو في فكفكة بعض الأزمات ودفع حماس إلى وفصائل المقاومة إلى القبول بهذا الاتفاق، بالتالي دفعت الأمور باتجاه الذهاب إلى رفح، أي بمعنى آخر عدم قبول هذه الجهود أو على الأقل الإرضاء من زاوية إرضاء القطاع المتطرف في داخل الحكومة اليمينية الذي يهدد كل لحظة في حال عدم اجتياح رفح بالانسحاب من الحكومة. هل تنجح دكتور صلاح خطة إسرائيل في الحديث عن صفقة في وقت أنها تكثف من عملياتها العسكرية، ونحن نتحدث لأن هناك عمليات عسكرية وقصف لمناطق مختلفة لا سيما في رفح المكتظة بالسكان رفح الفلسطينية، والحديث أيضا بأن الموافقة من حماس على المقترح المصري جاءت بعد إعلان إسرائيل أنها بالفعل بدأت في إرسال رسائل إلى سكان رفح والنازحين بالذهاب إلى المعاصي والحديث عن عملية برية مرتقبة. هل تستخدم إسرائيل أو ستستمر في الضغط العسكري على حماس للتنازل أكثر في شروط هذه الصفقة؟ بداية من المهم التوضيح أن إسرائيل كانت مخططها دائما هو اجتياح رفح، وما منعها من ذلك هو التحذير المصري بتعليق اتفاق كامب ديفيد، ونظرا لأن منطقة رفح منطقة حدودية وتصنف ضمن ملاحق اتفاق كامب ديفيد كمنطقة دال، وبالتالي تحتاج إلى ترتيبات، وممنوع تواجد إلا أعداد محدودة من المركبات والعربات والمعدات العسكرية فيها، كما في منطقة جيم في داخل التي تقع في سيناء، وبالتالي هذا لعب دور مهم بما تمثل مصر من ثقل، وكان واضح أن هناك غضب واضح وصرامة واضحة من الرئيس السيسي ومن أركان الدولة ومن الشعب المصري لرفض هذه المخططات، وبالتالي إسرائيل يعني على الأقل ربما كانت تراعي هذا الاعتبار نظرا لما تمثل مصر، وبالتالي مصر لعبت هذا الدور وإلى جوار صمود الناس في داخل الأراضي الفلسطينية. الآن هناك 100,000 إلى 150,000 هجروا بسبب أوامر الإخلاء الذي صدرت منذ أمس للاجئ النازحين ولسكان مدينة رفح وخاصة المناطق الشرقية، والتي تبدو أحد سيناريوهات اجتياح عملية رفح التي تحاول إسرائيل فيها اختبار الموقف المصري والموقف العربي والدولي وقياس ردود الفعل، وأيضا خلط الأوراق في داخل المنطقة واستدعاء القول بأن إسرائيل ونتنياهو هو المتحكم في اللعبة بعد أن سحبت الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل بعض خيوط اللعبة وباتت هي المؤثر أكثر في سير المفاوضات ارتباطا بترتيبات تنوية الولايات المتحدة الأمريكية الإقدام عليها فيما يعرف باليوم الثاني، سواء اتفاق التطبيع مع السعودية أو
في ذات الوقت منع أيضا كارثة إنسانية قد تتسبب في مزيد من العزلة إلى إسرائيل وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وخشية من اندلاع صراع إقليمي أو توسيع الصراع الإقليمي بشكل أو بآخر، أو خسران العلاقة أو على الأقل أو إنهاء اتفاقية السلام ما بين مصر وإسرائيل، وبالتالي هي ستصبح هناك أيضا يعني جزء من التداعيات السلبية إلى كل في داخل المنطقة وكل المنطقة، وبالتالي هناك خشية حقيقية. الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بهذا الأمر، ومرارا وتكرارا عارضت بما في ذلك اتصال الرئيس بايدن اليوم بنتنياهو، لكن نتنياهو أقرب إلى المجنون، هو يعرف تماما أنه حول الحرب إلى هدف بحد ذاته، لأن الحرب وإطالتها ضامنا أساسيا لبقائه في الحكم وبقاء ائتلاف اليمين الحاكم، بدلا من المحاكم والمحاسبة على الإخفاق في 7 أكتوبر وغيرها من الملفات التي عجز نتنياهو عن فكفكتها. وفي ذات الوقت نتنياهو يواجه ضغوط جادة من أهالي الأسرى أو الرهائن الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هو يحاول الجمع بين مستويين، القول بإرسال وفد إلى مصر لاستكمال التفاوض، وفي ذات الوقت مواصلة الهجوم على مدينة رفح، والتي بدأت اليوم في هجوم أوسع بحزامات نارية ومجازر ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية. الوضع كارثي، لأنك عندما تطلب من السكان المدنيين الذين هاجروا ربما للمرة العاشرة مزيد من اللجوء دون أن توفر أماكن آمنة، لأنه لا مكان آمن في داخل قطاع غزة، وكل المناطق الأخرى مدمرة من خان يونس إلى شمال قطاع غزة دمرتها آلة العدوان الإسرائيلي. والآن تخيل ما بعد الهجوم على شرق رفح، لم يعد هناك إلا مستشفى أقرب للعيادة والمستشفى الكويتي الذي يعمل في مدينة رفح بدون غرف إنعاش أو حتى قدرة عالية، بعد إغلاق مستشفى الأوروبي وإغلاق أبو يوسف النجار أو على الأقل منع الوصول إلى هذه المستشفيات وطلب إخلائها. وبالتالي إسرائيل ترتكب وتستكمل جريمة الإبادة الجماعية. أن تنجح الجهود بتقديري، الضغوط الأمريكية مستمرة، المقاربة المصرية مستمرة، الجميع نزع من نتنياهو ذريعة أن حماس وبموافقتها بعد موافقتها نجح في انتزاع على الأقل تحميل المسؤولية لحماس وفصائل المقاومة بعدم الرغبة بالاتفاق. هذا الأمر سمح بمفاعيل داخلية إسرائيلية من تصعيد الاحتجاجات، وسمح بمفاعيل عربية ودولية لمزيد من الضغط على نتنياهو. بتقديري نتنياهو بات محاصر أكثر، ولن ينفعه يعني حتى اجتياح رفح أو تدمير ما تبقى بها. الرهان على الإرادة الدولية لتقليل الخسائر الممكنة وتقصير المدة الزمنية في الوصول إلى التهدئة، وبالتالي فرص التهدئة حاضرة بمجموع العوامل المتوفرة سواء عربيا أو إقليميا أو دوليا.